بدأ العد التنازلي لقمة نارية تنتظرها جماهير الكرة السعودية والعربية بشكل عام عندما يواجه الهلال غريمه التقليدي نادي النصر في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يدخل الهلال والنصر المباراة وكل منهما يعاني من سوء على مستوى النتائج، حيث سقط الزعيم في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء، بينما العالمي خسر من الطائي. ويرغب الفريقان في تحقيق الانتصار من أجل تحسين موقفهما في جدول ترتيب الدوري، حيث يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما النصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة خلف الاتحاد الذي يتواجد في الصدارة ب 26 نقطة. ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي مباراة ديربي الرياض اليوم في الثالثة والربع عصرا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتم بث اللقاء عبر قناة SSC. واستقر المدير الفني الجديد لنادي النصر روسو على تشكيلة النصر أمام الزعيم والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى أمين بخاري، في خط الدفاع سلطان الغنام، محمد الفتيل، علي لجامي ومنصور الشمري، في خط الارتكاز عبد الله الخيبري وعلي الحسن، في خط الوسط أندرسون أليسكا، بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشيربوف، وفي خط الهجوم فينسنت أبو بكر. في الجانب الآخر استقر المدير الفني لنادي الهلال ليوناردو غارديم على تشكيلة الهلال أمام العالمي والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع حمد اليامي، جانغ هيونسو، متعب المفرج وياسر الشهراني، في خط الارتكاز غوستافو غويلار وسلمان الفرج، في خط الوسط موسى ماريغا، ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري، وفي خط الهجوم دافيد بيغوميز. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.